اهلا بحضراتكم من جديد. مطالبتنا باتخاذ موقف عاجل وحاد ده مش سياسه البرنامج لوحده، حتى وان كانت يعني اساس منهجيه مالك وكتابه الدفاع عن النادي الاهلي، وان لم يكن الدفاع عن النادي الاهلي ضد مثل هذه التهمه سيئه السمعه جدا والغريبه جدا، ان انت تلصق بالنادي الاهلي اتهام تلقي اموال من دوله داعمه للارهاب والناس تستهين بالامر ويعدي كانه كلام الناس بتهزر بيه، لا ده مش هزار. اذا كان ده فعلا واحد من اهداف البرنامج وسياسته التي لن نألو جهدا في الدفاع عن النادي الاهلي وقيمه وثوابته وحقوقه وصورته وجمهوره، لكن كمان ده انعكاس لموقف جد وحقيقي لمجلس اداره النادي الاهلي. وانا بقول لكم الناس اللي فهمت ترفع النادي الاهلي زي ما قال المهندس عدلي قبل الفاصل، واخلاق النادي الاهلي والتزام النادي الاهلي وحرصه على مراعاه كل الاجواء العامه ومسؤوليته المجتمعيه فهمتها غلط، لا ده هي واهمه جدا. لانه ما يجب التاكيد عليه هو انه كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره عندهم كل الحرص الشديد انه مفيش حاجه مسيئه تاني هتعدي. لا انا كل ما نحاول، انا عندي معلومات ان في اجراء هيتم قوي جدا في هذا الامر، في الكلام اللي اتقال ده اجراء رسمي باذن الله. وده لن يكون فقط ضد رئيس نادي الزمالك وما صدر عنه، لانه هو في النهايه بيمثل نادي الزمالك، بيمثل نادي كبير نكون له كل الاحترام والتقدير، الشريك الكبير للنادي الاهلي تاريخيا، لكن يصدر عن رئيسه هذا الاتهام على الساده المسؤولين اثبات ده او عكسه، والمخطئ يتحاسب. لابد اذا كنا جادين فعلا ان احنا عايزين نصوب سلوك مجتمع، اذا كنا عايزين نحافظ على علاقات الشباب، اذا كنا عايزين نقول دي قيمه النادي الاهلي ودي قيمه نادي الزمالك، ما ينفعش هذا الاتهام ويتسكت عليه. زي ما ينفعش يا ساده يا مسؤولي قناه النيل للرياضه ان انا امبارح استضيف صحفي الاخ علي السيسي فيطلع يكيل الاتهامات للنادي الاهلي ويتحدث بنفس الطريقه ويوجه نفس الاتهام بشان الاموال وطريقتها في تلفزيون الدوله، في تلفزيون الدوله يوجه للنادي الاهلي هذه الاتهامات دون اي سند ودون اي وثيقه ودون اي مسؤوليه عبر تلفزيون الدوله. معرفش هي فين حدود المسؤولية لجهاز إعلامي مسؤول. أنا ما بتكلمش على قناة خاصة ولا ناس مؤجرة برنامج في قناة ولا معرفش برنامج يتعرض للإيقاف من قبل الهيئة العليا للإعلام، لا بتكلم على تلفزيون الدولة. وبرضو ما بتكلم على حد من الصحفيين يستهين بالأمر فيسجل فيديو وينزله على يوتيوب موجه الاتهام نفسه للنادي الأهلي. طيب ما هتطالك المسؤولية، هتطالك المسؤولية القانونية البينة على من ادعى. هي كلمة كده سهلة وخلاص؟ أصل الأهلي جات له فلوس من قطر كده لمجرد إن أنتوا كنتوا فاهمين إن النادي الأهلي، أنتوا واللي وراكوا برضه فاهمين إن النادي الأهلي لما شركة تسحب رعايتها للنادي الأهلي، النادي الأهلي هيفلس، ولما حد يتجه بتدعيماته لجهة أخرى النادي الأهلي هينكسر وهيقع وهيجي لنا راكع. النادي الاهلي عمره ما هيركع لاي حد، النادي الاهلي بقيمه وبموارده وبثوابته وبجمهوره عزيز جدا، عزيز جدا. اذا كان ارتبطت علاقته باي اطراف محبه للنادي في اي فترات رغبت في دعم النادي اهلا وسهلا بيها، لكن وفقا لضوابط النادي الاهلي. ولما قال الكابتن الخطيب في اخر مؤتمر صحفي موسع عقده على الملأ مفيش حد هيخترق النادي الاهلي ومفيش حد هيفرض قراره ولا رغباته ولا توجيهاته ولا تدخلاته على النادي الاهلي، كان بيعي انه فعلا قرار النادي الاهلي يملكه فقط مجلس ادارته. فانا ما جيش دلوقتي افاجئ انه اتهامات تطلع من قناه زي قناه النيل للرياضه لاحد الصحفيين اللي ملوش جورنان دلوقتي، يعني مش عايزين ندخل في تفاصيل كتيره مش وقتها، لكن بيكون بهذا الشكل والناس تسكت. ألف باء ادي فرصة لحد يرد، ألف باء المذيع يقول له فين دليلك، إنما إن هي تتحول إلى نافذة
لرجم النادي الاهلي والضغط على جمهور النادي الاهلي والاساءه لمسؤول النادي الاهلي دون اي سند، ونستهين بالمساله الى درجه الاتهام بتلقي اموال من دوله راعيه للارهاب؟ هل ممكن فعلا الحماقه تصل الى هذا الحد؟ زي ما المهندس عدلي قال معلوماتي ومعلوماته انه ما فيش حاجه هتعدي وكل حاجه هتاخد اتجاهاتها القانونيه الصارمه. هو ايه المشكله ان كل واحد يخليه في ناديه؟ وانت بتحقق يا سيدي نجاح ما يعني تلمع في هذا النجاح وتخليك مع ناديك وبتقدم صفقه. الله ايه يعني ما تتهزش بقى لما الاهلي يعمل صفقات وتبتدي تقول كلام يعني ملوش لازمه. هو في ايه؟ بلاش انت، دي فقرتنا برضو، بلاش انت. النادي الاهلي لما بيقدم على خطوات تعاقد في خطوات وفي اطر سليمه قانونيه انه يفاجأ. الحلقه الماضيه وانا بقول لكم ده واقسم بالله العظيم انا مسؤول على اللي انا بقوله وهسمي الاسماء. الحلقه الماضيه الساعه 10 الا 3 دقائق 9:57 والتليفون ده متسجل فيه الرقم التاريخ. كلمت الدكتور او الاستاذ وليد العطار مدير لجنه شؤون اللاعبين والمسؤول عن انفاذ وتنفيذ عمليه الانتقالات. هو مدير اللجنه، هو المدير التنفيذي، هو المسؤول الاول. لاحظت انه جيرالدو الانجولي اسمه في قائمه المباراه. صحيح كانوا 20 لاعب لكن اسم جيرالدو فيهم. فاختلفت مع الزملاء في الاعداد ازاي جيرالدو في القائمه ولا لا؟ في القائمه، انا معلوماتي انه ما تسجلش. لا اتسجل. فناخد الامر من المسؤول الاول عنه. فكلمت الاستاذ وليد العطار مرتين، الثالثه رد. قلت له وليد سريعا لانه في هوا بعد دقيقتين، الاهلي سجل جيرالدو؟ قال لي لا. طب ينفع يسجله بكره عشان يلعب المباراه؟ قال لي لا، بكره الجمعه. طيب ما ده سيستم دولي والمفترض الجمعه مش اجازه في اي دوله، المفترض ان ده سيستم عالمي. قال لي لا لا لا، احنا مش مرتبطين لوحدينا، في الحسابات اجازه والخزنه اجازه وكل الادارات بتاعت الاتحاد اجازه، فما فيش قيد يوم الجمعه. قلت له شكرا وطلعنا هوا. وقلت ده ساعتها الاهلي ما سجلش جيرالدو فمش من حقه يلعب، والجمعه اجازه مش هينفع يتسجل. وده الكلام بالمناسبة اللي قاله الكابتن أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكورة قبل بعد كده ما تحصل توافقات، والكابتن شوبير يقول أنا ما كنتش عندي فكرة عن نظام القيد. لا، خبرات الكابتن أحمد شوبير، أنت بتتكلم على نائب رئيس الاتحاد وعضو مجلس الإدارة لسنوات طويلة، فأنا أربأ به أنه يكون مش عارف. ثم تظهر قضية تانية للدكتور محمد زين وهو رئيس منطقة بني سويف لكرة القدم وأستاذ جامعة مرموق وإعلامي محترم جدا، أنا عارف قيمته الشخصية وقيمته العلمية، هو عميد كلية الإعلام في جامعة بني سويف. فالراجل لا هيهزأ ولا هيهزر لما اتكلم في البوست اللي كتبه على إنه بيرفض يكون كما الزوج آخر من يعلم، كان بيتكلم صحيح لما يقول يا باشمهندس الدكتور محمد زين أرفض أن تكون منطقة كرة القدم في بني سويف شاهد ما شافش حاجة. شيء مريب، شيء مريب، ده اللفظ بتاعه، شيء مريب يحدث. فوجئت أنا وزملائي في مجلس إدارة فرع منطقة بني سويف لكرة القدم أن اتحاد الكرة استخرج كارنيه قيد للاعب عبد الله السعيد للقيد بنادي بيراميدز اليوم الجمعة. عادي يحدث في مصر، ده تعبيره. لكن أن يكتب في خانة المنطقة بني سويف ونحن لا نعلم عن ذلك شيئا، لا عن عبد الله ولا غير عبد الله، ولا يتم اختار الفرع أو استشارته أو إعلامه، ولا يستفيد من مليارات انتقالات اللاعبين، فهذا لعب واستخفاف ببني سويف أرفضه تماما. فكيف يكون نادي بيراميدز يتبع بني سويف ونحن لا نعلم عنه شيئا؟ إن استخدام ده كلام الدكتور محمد زين رئيس منطقة بني سويف، إن استخدام اسم بني سويف كخيال مآتة مرفوض تماما. وكيف يكون هناك مجلس إدارة للفرع
ويتم التصرف بحرية مطلقة من لجنة قيد اللاعبين باتحاد الكرة دون مراعاة للفروع، وكيف يستخدم اسم بن سويف لتمرير أشياء لا نعلم عنها شيئا، لتمرير أشياء لا نعلم عنها شيئا. البوست يبدأ بأنه ده شيء مريب، ثم الهدف تمرير أشياء لا نعلم عنها شيئا. وقال الدكتور محمد زين: الأمر مرفوع للأفاضل نواب بن سويف والسيد المستشار المحافظ، وإذا ثبت أن هناك تجاهل ومؤامرة واستهتار باسم بن سويف فأنا شخصيا مستقيل، لأنني أرفض تماما تجاهل أو استخدام اسم بن سويف دون أن تعلم بن سويف شيئا عما يحدث. وإذا كان اتحاد الكرة يفعل كل شيء دون الرجوع للمناطق لأن كلمة المرور للسيستم ملكه فقط، فلا داعي للمناطق، وكفاية عليهم الأندية التي لها أصوات ومعاها فلوس. كابتن أحمد شوبير كان له رأي، أو يمكن لما أثيرت القضية الحقيقة كانت ملفتة، مش ملفتة باشمهندس لمجرد قيد لاعب، ما هو عبد الله السعيد لاعب مهم ولاعب كبير، وبيراميدز نادي منافس من حقه يضيف أي لاعب في أي وقت. لكن هذا الإصرار في هذا التنفيذ من قبل هذا الشخص تحديدا على إنفاذ ما يطلبه رئيس نادي بيراميدز أو مالك نادي بيراميدز يحط 10 خطوط سوداء، 10 خطوط سوداء خلت الأستاذ أحمد موسى الزميل الإعلامي في قناة صدى البلد يسأل اتحاد الكرة سؤال. نفسي أسأل سؤال وعايز إجابة، عايز إجابة واضحة. هو اتحاد الكورة بيشتغل يوم الجمعة؟ يعني مهندس هاني أبو ريدة واتحاد كرة القدم في مصر بيشتغلوا يوم الجمعة؟ هل سمعتوا في حياتكم إن يوم الجمعة في جهة حكومية بتشتغل وتفتح وتسجل لعيبة وتدي أوراق وتطلع بطاقات وتدي حاجات؟ هل بتحصل؟ أنا بسأل سؤال، والسؤال بريء على فكرة، ملوش أي غرض ولا شيء، ولا حد يزعل من السؤال، السؤال ما محرمش يعني كمان نسأل يعني. فبنسأل، هل اتحاد كرة القدم بيفتح يوم الجمعة؟ هل تاني الاتحاد المصري لكرة القدم بيفتح يوم الجمعة؟ هل الاتحاد المصري لكرة القدم بيشتغلوا يوم الجمعة؟ هل الاتحاد المصري لكرة القدم بيقيد لاعبين يوم الجمعة؟ هل الاتحاد المصري لكرة القدم بيدي بطاقات للاعبين يوم الجمعة؟ هل الاتحاد المصري لكرة القدم ما يعرفش ان يوم الجمعة ده يوم اجازة في ربوع هذا الوطن ما عدا القوات المسلحة والشرطة؟ هل ولا مش عارف الاتحاد؟ عايز الاتحاد يجاوبني، وما عنديش مشكلة خالص والله. في كل شيء في الدنيا في صح وغلط، وفي أعراف وفي لوائح وفي قوانين، وفي اعمل اللي انت عايزه وأعلى مفخيرك اركبه. احنا في هذه المرحلة أعلى مفخيرك اركبه، احنا في مرحلة أعلى مفخيرك. مشكلة القيد يوم الجمعة لو أن هناك ضغط على الاتحاد كان هيطلع بيان يقول إيه، الاتحاد المصري يفتح ابوابه غدا لتلبيه احتياجات الانديه وضغط العمل. ده مش موجود لان احنا لسه في اول الشهر. فده مش موجود. عشان كده وليد العطار كموظف ما تبلغش ان تعالى بكره اشتغل. ايوه. 11 بالليل. ايوه. يبقى هو تبلغ امتى؟ الصبح. ده اذا كان اتبلغ. اذا لا يعني أنا تأكيدا لكلامك تأكيدا لكلامك في الجزئية دي، لأنه ربما كان كلامي أنا في الرواية اللي أقسمت لكم عليها في مكالمتي مع الأستاذ وليد العطار ربما ما تصدقونيش، لكن ارجعوا لكل اللي قاله وليد العطار يوميها لكل المواقع، منها على سبيل المثال. أنا كنت عايز أكمل حاجة اللي قاله الوليد اللي قاله يلا كورة، عشان ده تأكيد لكلامك. وليد العطار قال يلا كورة
أن الأهلي حتى الآن لم يسجل جيرالدو، وكان من الممكن تسجيله قبل المباراة ولو بساعة واحدة، لكن لأن المباراة ستقام يوم الجمعة أجازة اتحاد الكرة فلن يستطيع الأهلي قيد اللاعب إذا أراد ذلك. ده كلام وليد العطار مدير لجنة شؤون اللاعبين ليلا كورة، فمحدش قال له تعالى بكرة. لا، إذا لن يستطيع إذا أراد. أيوه الأهلي. أيوه وده اللي أنا كنت عايز يعني وأنا بتكلم عايز أسترسل أوصل له. طيب اتفتح الاتحاد صبيحة مباراة والاتحاد أجازة عشان مباراة طرفها ناديين مصريين، عشان ما حدش يقول لك ما هو أصله عنده مباراة في أفريقيا وأنا لازم أدعي بالأندية المصرية ففتحت مخصوص عشان يلحق يسجله ويلعب ضد نادي كذا. لا، ده ناديين مصريين يعلم اتحاد الكرة الحساسية بينهما ويعلم أن اللاعب المقيد ده هو لب الحساسية، هو قلب الحساسية، هو سبب الحساسية. ولكن قام فتح البطاقة وزي ما أنت بتقول ده في إجراءات وفي حسابات وفي موظفين وفي اتنبع الناس دي كلها جت في ساعتها. كابتن مجدي كاتب تويتة بيقول لك النهاردة يوم أجازة والأهلي سجل في يوم أجازة. أيوه عشان أنت أعلنت أن أنا شغال. أنت قلت أنا شغال هو الأهلي، وبعدين ده أنت أحسن حاجة حصلت لك عشان تقول الكلمتين دول. الأهلي لو طلب أنه تتفتح عشان تفتح له تقول له ما أنت لا، الأهلي لم يطلب. كويس. فليه؟ لانه ما هيسجلوا الصبح، ايه مشكله الاهلي؟ انت فاهم يعني؟ أيوة. لو مقفول النهارده مباراه الاهلي بكره بس الصبح. جيرالدو كانت الماتش يوم الجمعه. فالوليد قالها عشان يقفل السكه قدامك. خلاص. لو فكرت مش فاتحين بكره، لو فكرت بكره. طيب بكره اتسجل لعيب مهم. معلوماتي أن كانت هناك نية من اتخاذ موقف قبل المباراة لإثبات الواقعة، لا مش هنلعب، مش هنلعب لأن المشاركة دي ده في حقوق مالية ما نعرفش عنها حاجة. واخد بالك؟ لم يخطرنا أحد إنه في إجراء تام إن اللاعب ألحق ضرر بالنادي. أنت اديت بعت لأهلي جد الشقيق الذي أنشئ تيمنا باسم النادي الأهلي والذي رأسه سمو الأمير عبد الله الفيصل الذي كتب زين النوادي رحمة الله عليه التي تربطنا بهذا النادي الشقيق. كل وشائج الدم والأهداف والطموحات والأحلام والأمال انه يعني فجأة يتعمل هذا الموقف. طبعا ايا كان، طبعا انت دلوقتي بتقول هذا الكلام بيقول لك عشان خسرت. عشان خسرت، ولو ما خسرتش ما انتش عارف انا كنت هقول كده ولا لا، كنت هقول كده لكن مش هجادلك عشان خسرت. طب ما انا خسرت باللاعب الذي في رأينا تم المجاملة الواضحة على حساب التقاليد والأعراف واللوائح والقانون وسجل. يعني مطلوب مننا ايه؟ الإجابة بقى بتاعت أستاذ أحمد موسى، هل اتحاد الكورة بيشتغل يوم الجمعة طبقا للموقف؟ جيرالدو لا، احنا بكرة أجازة. عبد الله السعيد قوي قوي قوي، احنا ياما عملناه. وهنا النقطة، انت اذا تعودت باستمرار ان ما يبقى لكش اداء ملتزم باللوائح هيبقى عندك دائما مهرب لكل موقف مش سليم. ما احنا ياما عملنا. طب امتى هنمشي صح زي بقية الناس كلها اللي عمالة تتكلم على صفقة نيمار مع سان جيرمان، مع باريس سان جيرمان، وبتتكلم والاتحاد الاوروبي مقلوب والمانيا مقلوبه وقد يضطروا لبيعه. ده هو وفي لعيب تاني بس انا الاسم تايه مني. يا جماعه نتمنى اذا اردنا اصلاحا، سيبك من الماتش، احنا مش بنتكلم على الماتش، الماتش اللي هيتعاد لما تقف
ولا ح... ولا ولا حيت... النتيجه هتتغير. بس احنا بنقول ما تيجي نصلح الدنيا بقى، عايزين نصلح الدنيا بقى، عايزين كل واحد يعرف انه لو عمل كده هيبقى صح، ولو عمل كذا هيبقى غلط، ولو عمل غلط هيبقى جزاؤه كذا. ما احناش عندنا هذا اليقين. اللي انا بقوله ده ناس كتير عارفه انك انت هتعمل الغلط ويعدي لناس وما يعديش لناس تانية، ويطلع مسؤولين في اتحاد اللعبه يقولوا اعذار، يعني العذر يعني اقبح من ذنب، ان يقول لك جبنا له الحكم اللي هو عايزه عشان ما يتكلمش، اصله عايز حكام مصريين لانه جماعه نفسه في بطوله. الكلام ده بيتقال ببراءه، ما كانش بيتقال في سبيل التهكم، لانه مسؤول ما يقدرش يتهكم. استاذ ثروت سويلم مسؤول، صحيح، وقال هذا الكلام. على جثتي يجيب حكم اجنبي، وبعدين لما يطلب طرف تاني من حقك تطلب حكم اجنبي؟ ده انت مش كده، ده انت من حقك تقول من اني بلد. وقد حدث احنا بنتكلم على الكره المصريه. لا شأن لنا بالاطراف التي طلبت واخذت هذا حقها انها تساعد نفسها باي طريقه، استفادت من حاله العشوائيه اللي احنا فيها انها بقت تطلب طلبات وعارفه انها هتقدر توصل لها. وطلباتك اوامر، طلباتك اوامر. كابتن احمد شوبير نائب رئيس الاتحاد هو رخر، كان متاكد إنه يوم الجمعة وكتاب الله أجازة. في كلام منتشر على الفيسبوك أو على السوشيال ميديا على لسان السيد رئيس منطقة بني سويف، يعني أنا مش عايز أتكلم في القضية دي لأنها قضية دمها تقيل يعني، لكنه هوضح بس نقطة مهمة، وهي إنه هل المناطق اللي بتستخرج الكرنات، أنا بتكلم بس في النقطة دي، من يستخرج الكرنيه؟ المناطق ولا اتحاد الكورة؟ بالنسبة للدوري الممتاز من أكثر من 5 سنوات اتحاد الكورة هو اللي بيستخرج الكرنات، فتح بقى الاتحاد وهو أجازة دي قضية تانية كبيرة ليس مجال الحوار عنها، لأنه في رأيين أتكلم بقى، في رأيين متضاربين يعني. في رأي بيقول إن السيد وليد العطار رئيس أو مدير لجنة شؤون اللاعبين صرح، وده حقيقي لأنه قال لنا هذا الكلام، إنه الاتحاد لا يفتح أبوابه يوم الجمعة. ده كان كلامه وصرح بهذا التصريح في عدد من المواقع. النهارده الرد جه من الكابتن مجدي عبد الغني والاستاذ او المهندس احمد مجاهد. كابتن مجدي هو رئيس لجنه شؤون اللاعبين، والمهندس احمد مجاهد يعني كان مشرف سابق على شؤون اللاعبين. قالوا لا، انه القيد من يوم 1 ليوم 31 يناير ما حددوش فيه اجازات، وانه الاتحاد بيعمل في كل الايام، لكن التصريح اللي خرج على لسان مدير لجنه شؤون اللاعبين قال ان الاتحاد اجازه ولا يستخرج ولا يعمل في يوم الاجازه، وده اللي قال كابتن مجدي عبد الغني انه جانبه التوفيق في هذا التصريح. دي القضيه كده بوضوح شديد من غير ما نخوض في غمارها، لانها قضيه من وجهه نظري دمها تقيل شويه. طيب دي قضيه دمها تقيل شويه، وانا اقدر طبيعة الترابيزة وضوابطها وعلاقة الكابتن أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد مع زمايله، وأقدر حياءه، وأقدر أيضا وأتفاهم رغبته في أنه مش عايز يخوض في تفاصيل ويكتفي بجملة قضية دمها تقيل شوية، زي كلمة أحمد شوبير وهو عنده خبرات عالية جدا وهو بيعلق على المباراة، الحكم ده معلم، الحكم ده معلم، ويكاد يكون هيحطها بين شاولتين. هو ده احمد شوبير بيفعل، معلم بيفعل في المباراه ما يريد اللي عايزه، اللي هو عايزه السكه اللي هو عايزها. ده كان الكابتن احمد شوبير. كابتن مجدي عبد الغني بطل روايه يوم الجمعه، بطل روايه يوم الجمعه، هو رئيس لجنه شؤون اللاعبين. انا لما سمعته بيقول انا ماليش دعوه بمين اللي قال ايه، بس لما قعد يحكي في مداخله مع احد البرامج اظن مع الزميل هاني حتحوت، انه الاتحاد الدولي لما عمل السيستم في الانتقالات الدوليه السيستم التوافقي، قال انا سافرت علشان اتدرب انا ووليد العطار على السيستم وطريقه عمله. اذا وليد العطار حد له حيثيه، والاتحاد الموقر
معينه وهو راجل كفاءه عاليه ومنضبط مدير للجنه شؤون اللاعبين، فهو القائم على تنفيذ بس خد مني هيدفع ثمن الكلام اللي قاله ده. انتوا ما قلتوش للراجل المسؤول الاول بكره الجمعه تعالى اشتغل، ما قلتلوش، زي ما غيبتوا الراجل رئيس منطقه بني سويف علشان بطل الروايه ينال المساله لوحده. نشوف الكابتن مجدي عبد الغني في تفسيره لاعمال هذا السيستم. طبقا للوائح الاتحاد الدولي هم 30 يوم لا فيهم يوم جمعه ولا فيهم يوم سبت ولا فيهم اجازات. هم 30 من يرغب في تسجيل لاعب في على مدار ال 30 يوم من حقه انه يطلب من الاتحاد القيد ويتم قيد اللاعب بصرف النظر عن ده هيجي يوم جمعه يوم تمام عيد اخواننا المسيحيين يوم. وده بيطبق من امتى يا كابتن مجدي النظام بتاع اللي هو 30 يوم؟ نعم، نظام ال 30 يوم بغض النظر عن جمعه وسبت ولا حد واثنين بيطبق من امتى في مصر؟ بيطبق من 1 ل 31. لا اقصد يعني من يوم ما التي ام اس اتعمل ولا من سنه كام بدانا نعمل كده؟ ما بقاش عندنا فكره جمعه وسبت يعني. الاتحاد الدولي عمل نظام التي ام اس عشان يحد من الشهادات الانتقال المضروبه اللي بتيجي عن طريق الفاكس. انت واخد بالك؟ تمام. فعمل النظام دوت دولي على جميع انحاء العالم واشرك فيه ورحنا خدنا كورس في سويسرا انا ووليد العطار على نظام التي ام اس. طب وفي الاخر وليد العطار نفسه اللي بتقول ان تصريحات قد تكون غير مسؤوله هو نفسه اللي تصريحه اثار الجدل ده يا كابتن مجدي؟ لا انا ما اعرفش هو اتكلم فين ولا قال لمين ولا ثلاث مواقع يوم الخميس كانت كاتبه تصريحات على لساني. حتى لو 10 مواقع انا حضرتك انا بيتكتب كلام على لساني في المواقع انا ما قلتوش. يعني انت ما بتكلمنيش على ان المواقع دي قران. يعني لكن في الاخر مواقع يعني مواقع مش بقول مواقع اي كلام، مواقع بنعتمد عليها يا رب. بص حضرتك انا ليا الكلام اللي انا بتكلمه معاك المسجل دلوقتي او المتذاع على الهواء. هو ده الكلام اللي انا مسؤول عنه واللي انت مسؤول عنه واللي كلنا مسؤولين عنه. تمام. انا بس بص حضرتك، اولا القيد سليم 100%. القيد حق، النادي الاهلي اتفتح له القيد في اوقات كثيره جدا في ايام اعياد وايام اجازات ومحدش يتكلم. وده حق النادي الاهلي لان ما ينفعش، حق نادي الزمالك برضه اتفتح له القيد عشان يأيد لعيبه هيشتركوا معاه في افريقيا. ايوه. والنادي المصري نفس القصه. الموضوع ما هوش انت بتعاند نادي او اس او اكس او زد. انت بتشتغل شغلك، ونفترض ان المباراه دي كانت يوم السبت خلاص كان الموضوع هيخلص مع عبد الله السعيد كان هيتكلم مثلا يعني. يعني المباراه دي اللي حدد ان ميعادها يوم الجمعه مش لجنه المسابقات. مظبوط. يعني معنى كده ان لجنه المسابقات شغاله يوم الجمعه وجابوا له حكام. لا بس هو في الاخر الماتشات بتبقى غير المؤسسات، يعني غير المؤسسه شغاله جمعه. انا سمعتها كتير قوي بصراحه موضوع جمعه وسبت مش شغالين ده السنوات اللي فاتت يعني، فانا بسال لو في ده جديد يعني. بتتلعب يوم السبت، يوم السبت لحد في انجلترا بتكلم علينا احنا فكره جمعه وسبت اجازه دي انا سمعتها فعلا السنوات اللي فاتت. طيب الكابتن احمد شوبير يمكن بعت رساله بيقول لي أنا أول واحد حكيت قصة وليد العطار لأن اتصلت به زيك، وبيقول إن أنا ما تراجعتش عن كلامي ومقالي في أخبار اليوم واضح وثابت، لكن هو بيقول إنه رئيس منطقة بني سويف موقفه مش سليم لأنه من 5 سنين تقريبا استخراج الكرنيهات للاعبين بيتم من الاتحاد، من الاتحاد نفسه مش من المناطق. ده أمر مؤكد إنه هم أدرى بيه تفصيليا او من الناحيه الاجرائيه، لكن انا على الفكره ان انت يوم الجمعه اجازه وما استدعيتش مدير اللجنه اللي ما عندوش الراجل علم انه الناس فاتحه وشغاله يوم الجمعه. بص الكرنيه يطلع من الاتحاد مش هي المشكله. لكن في دور للمنطقه. ايوه بتخترق، انت بتقول لها النادي اللي عندك ده عنده لعيب عايز يتقيد والسيستم، انت ايه الموقف عندك؟ الاستعلام، انت بتعمل استعلام فين؟ في المناطق. ايوه فانت
الكارنيه يطلع بس فيا زي ما بيقولوا من خلال مرورا على المنطقه. طيب ما هو ده اللي قاله الدكتور محمد زين بعد كده، قال لك واضح ان هم استغلوا ان عندهم الباسورد بتاع المناطق ودخلوا على المنطقه مباشره من الاتحاد. يعني انت ممكن عايز انت ممكن انت وانت معاك الباسورد تقول له روح جيب لي المنطقه يوم انت في يوم جمعه، ما هي شغاله بقى زيك ما عندهاش خبر، ما يعرفش يروح يجيب من المنطقه فما يتسجلش. لكن هو الاستاذ مجدي يعني انت النهارده مثلا اثر نقطه كويسه من في كلامه، يعني والله العظيم انت نبعش خاطري تلاقيني استغفر الله العظيم يا رب. هو نقطه مهمه في السيستم والنظام. لا مش دعم السيستم بقى خلاص، ما هو السيستم دي قضيه لو انت بتعمل تحقيق مش هتوصل منها لحاجه. خلاص هو فتح السيستم، السيستم ده آله انت اللي بتتحكم تفتحها امتى وتقفلها امتى وهي بتدي لك المعلومات اللي انت بتطلبها. تمام. شاء اتحاد الكوره ان الطرفين مصريين، هو بيقول لو الماتش يوم السبت كان عدت، لو الماتش يوم السبت كان هيتأيد يوم السبت ما كنتش هتفتح يوم الجمعه. هي الفكره الحرص علشان انت تفتح الاتحاد مخصوص عشان في نادي عايز يسجل لعيب عشان يلعب ضد نادي مصري، هي دي النقطه. عملتها امتى دي؟ انت بتفتح في الاعياد وبتفتح في الحاجات دي لما بيبقى اخر يوم على القيد استثنائي او فيه ضغط وفاضل مثلا 24 ساعه والناس مش لاحقه، فبتفتح وبتعلن ان احنا شغالين. انا ما طلعش الموظفين اللي عندك يقولوا ما احناش شغالين بالنسبه لنادي معين وشغالين بالنسبه للتاني، تكتشف انك شغال بالنسبه للتاني. ده انت قلت لي انا مش هقدر اسجل لك جيرالدو، لو انا عايز اسجل جيرالدو بكره خلاص انا بناء على كلام وليد العطار ما روحتش اسجل جيرالدو، بدليل ان جيرالدو اتسجل دلوقتي. الموضوع مش كده الموضوع. طيب انا اسال سؤال تاني، الاتحاد الدولي تقدر تحت اي ظرف من الظروف تاخد منه حاجه يوم السبت اجازه؟ لا مستحيل. يا ما قابلناه خلي بالكم الحقوا خلصوا احسن، ده بكره السبت ومش عارف هم بياخدوا اظن يومين سبت وحد كمان. لا يمكن لو المساله مساله باسورد مع حد يشغلها من بيته ما كانش بقى ولا يوم عندك مشكله، كل واحد يقدر يخش اي يوم يجيب شهاده دوليه، اي يوم يجيب شهاده دوليه. انت بتتكلم على هو الاجراءات ايه؟ الشهاده الدوليه بتيجي ازاي؟ انت بتفتح من جهتك صاحب اللاعب وانا بفتح من جهتي وبقول لك ارفع اللاعب من عندك، فترفع فيعمل ريسبونس عندي فيدي لك البطاقه ان بقت هنا. يعني المساله مساله اطراف، مش بتفتح انت لان الورق عندك وما لحقتش، ده عندي من امبارح والموظفين سهروا لحد الصبح بس الضغط كان كبير ما لحقناش نخلص فمدينا اليوم الجمعه. يحدث بس يحدث لاسباب معلنه لكل الناس، مش تخبي عليا انا وتقول للاخر. هي يعني انما هتوصل منها لحاجه؟ هتوصل منها لحاجه؟ شوفوا بعد كده يطلع يقول لا ما هو احنا اصلا ما خدناش ساعات. ما خدتوش ساعات؟ ما وقفتوش في طوابير في العلب بتاعت الامارات؟ ايه حكايه الساعات دي؟ اولا مجلس اداره النادي الاهلي عشان تبقى المساله كامله الشفافيه، الساعات اللي خدها مجلس الاداره هديه من السيد تركي آل شيخ في زيارته للسعوديه تم ايداعها في خزينه النادي، واللجنه التي افدت من قبل وزير الشباب والرياضه تاكدت من هذا الكلام. ما يتعلق بالتبرعات اللي تبرع بيها السيد تركي آل شيخ للنادي الاهلي اثبتت المحكمه سلامه المسار المادي ليها، كما تاكدت وزاره الشباب والرياضه من خلال لجنتها وتفتيشاتها وجهاتها الرقابيه من سلامه موقف النادي الاهلي. لكن لو هنتكلم ان انا اركب طياره مسؤول منافس وانا رايح العبه، ولا تقرير وزاره الشباب والرياضه في التفتيش على اعمال الاتحاد تدني بهذا التقرير الصادر عن الوزاره
ده من الوزارة بكل ما تم الحصول عليه بدون وجه حق، زي حاجات كتيرة قوي قوي نتمنى ان احنا لا نضطر للخوض فيها. بلاش انت، دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في العاشرة مساء الخميس القادم إن شاء الله، ودائما وأبدا وكما كتب سمو الأمير عبد الله الفيصل عليه رحمة الله وغنى العندليب عبد الحليم حافظ، يبقى الأهلي زين النوادي. تحية.